قلت ابو جلابيه دي وش السعد عليا مرضي الله. ده كان بالظبط في 2020 كان في شهر 5 دي وش السعد عليا. واللي بعدها لوفا نجديه الزرقاء تمام. بعد ما رحت عامل الصندوق برضه دي الصندوق ده بقى كان وش خير على بقى بجد. بدات كان تنجيد واحد زميلي كنت قاعد كده فاهم التنجيد هنا في الشارع اللي ورا منا ده على طول تمام. كنت معدي انا اصلا رايح التنجيد كده صدفه اوب اخواتي وزمايلي طب ممكن تقعدنا على الطاره تلعب لعبه. قلت لهم ماشي لعبت وربنا كرمني وطلعت ترند الحمد لله. انا دي هوايتي انا اصلا كنت سواق ميكروباص فانا متعود على الكلام ده من صغري. برضو حرفه تانية برضو هيعجبك اهو برضو ماشي بس هات الحروف اللي عندك كلها. انا ممكن امشي كده اسلم عليكم ممكن اسلم عليكم دي ممكن تيجي 70 كلاكس مع بعضيهم. اه والله يعني هي طبيعتي كده يعني ممكن اخش مثلا اعدي على زمايلي سلام عليكم تلاقيني ايه ماشي بالتلاكسات لحد ما بعديهم بفتره كمان. يعني انا بحب حاجه اسمها كلاكسات من بعد الترند ده صممت حاجه كده اسمها صندوق تمام وبطلع بقى افراح ربنا بيكرمني برضه. دي برضه حاجه انا حبيت ان انا صممتها فكره لنفسي. اللي حصل لي انا كل اللي انا فيه هو زمان في شغلي وفي صندوقي ولا خدت حاجه من السوشيال ميديا ولا الكلام ده اكتر من شغل الشارع. انا كنت مبسوط وسط الناس. فرقت معاك في الشهره بس فرقت معايا في الشهره فرقت معايا في حب الناس ده اول حاجه. يعني انا عندي حب الناس دي سيبك من اي حاجه من اي شهره حب الناس دي عندي رقم واحد في حياتي. كان ده في اسماعيليه طلع مصيف حوض الترند اهو الترند اهو تمام. فانا حبيت الموضوع كنت مبسوط من جوايا فمن ساعتها انا اندمجت في الشارع اكتر مع الناس اللي بتحبني بقيت بطلع لهم اللي هم بيحبوه مش اللي هو مثلا يزعلهم او اللي يضر حد او اللي يضر عيالهم او الكلام دوت. لا بطلع اللي بيحبوه بس واللي بيضحكهم وببسطهم غير كده ما بطلعش اي غلط ما بيطلعش.